ضمان السير الحسن لهذه المناسبة من بينها ضمان المواد الغذائية الأساسية للمواطنين خلال يومي العيد؟ ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الأمين العام للتجار والحرفيين جمال تكليشت. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك أختي الكريمة. أهلا بكل مشاهدي قناة شورخ. أهلا وسهلا. بداية عيد الأضحى على الأبواب، هل من تفاصيل حول برنامج عمل التجار في هذه المناسبة؟ أختي الكريمة، كل كائد كامين عام اتحاد التجار وكقيادة اتحاد عام التجار والحرفيين، احنا أخذنا كل الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ والحماية على أرواح المواطنين، وكما مدينا كل التعليمات للتجار والحرفيين باش يطبقوا التعليم تاع السيد رئيس الجمهورية تاع بلجيك تبون والسيد رئيس الحكومة عبد العزيز الراج، يعني في كل عدد باش ما تتفاقمش الأوضاع وباش ما تتزايدش الأوضاع. إذا كان الدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية ترى أن بأنه يعني لازم على المواطنين الجزائريين باش ما يدفعوش عيد الأضحى، يعني ما يدفعوش نظرا لخطورة أنا نعرفوا باللي أثناء الانتقال المواطنين الأسواق وهم رايحين يمسوا الخيرات يعني العيادة رايحين يمسوها في ظهرها باش يشوفوا أين سميهم. نعم، وهل ترى بأن يعني التجار ملتزمون بإجراءات الوقاية فعلا؟ ألو، إن خط مراسلكم. نعم، إذا انقطع الخط مع السيد تكليشت. وكنا نتحدث عن عيد الأضحى ومداومة التجار خلال يومي العيد مع توفير المواد الأساسية الغذائية الأساسية. عم نعيد ربط الاتصال مع السيد تكليشت. كما قلت لك في الوقت الحاضر يعني في الوقت القليل الماضي قلت لك بالعنا كي تعرف التجار مدينا كل التعليمات وكل التوصيات للتجار والحرفيين من اجل ايضا هما ثاني يمدوا التوعيات والنصائح للمواطن الجزائري باش ياخذوا الحيطه والحذر، ونحن نعلم ان اثناء اقتناء او شراء اضحيه العيد يعني المواطن الجزائري فاذا مس الخروف على ظهره باش يشوف اسكرا سمين ماهوش سمين صغير كبير، وذلك يعني تتعاود هذه العمليه لما يمس المواطن اخر ذلك الخروف لا قدر الله ان المواطن السابق يكون حامل الفيروس وينتقل عن طريق هذه العمليه الفيروس، وعليه ان نطلب من التجار والحرفيين وكل المواطنين باش يحترموا اجراءات الوقايه المتخذه من طرف الدوله الجزائريه وعلى راسهم السيد رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون، وعليه احنا كاتحاد التجار ان ناخذ كل الاجراءات اللازمه من اجل وضع الحد لتزايد الاصابات هذا الوباء كوفيد 19. وبالتالي نحن كاتحاد عام التجار والحرفيين نبقى ككل الهيئات الرسميه تاع الدوله الجزائريه اللي تحاول دائما التخفيض في العبء على المواطن وكذا على الدوله الجزائريه. نعم، في هذه المرحله. نعم سيد تكليشت، كم عدد التجار المطالبون بالمداومه يومي العيد؟ نعم، عدد التجار المطالبين بالمداومه يومي العيد. التجار اختي الكريمه يعني راهي انا نعرفوا في هذا الموسم تاع العيد التجار تاع البواشي كل التجار اللي عندهم المهنه في البيع وشراء الخيرات والعيد يعني يلتجئون لهذه المهنه بحكم هذا لتوفير هذه الخيرات للمواطنين الجزائريين بحكم ان العيد سنه مؤكده، وانا احنا يعني عدد راهي تزايد ما نقدروش نقول لك كم عدد التجار، ولكن عدد التجار راهي تزايد دائما وخاصه ونحن نمر في الركود الاقتصادي اللي راهي عافته الدولة الجزائرية وكل الدول العمل، ونحن نسنا عن يعني من هذه الإدارة من هذا الركود الاقتصادي اللي مس كل العالم، وعلي احنا نطلبوا من التجار اخذ الحيطة والحذر وكذلك يعني يكونوا يعني رافقين ورحيمين بالمواطنين الجزائريين بحكم ان كل المواطنين راهم ماهمش يخدموا واصبح الدخل تاعهم يعني تقريبا منعدم، وعلي نشكر السيد رئيس الجمهورية خذا قرار باش يمد الاعانات للتجار والحرفيين يعني ب 3 ملايين دينار، هذا الشيء اول مره صرا في تاريخ الدوله الجزائريه، ويعني وحنا نشكروه على كاتحاد عام للتجار والحرفيين ممتن له بهذا القرار المتخذ من طرف السيد رئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبون. نعم سيد تكليش، نبقى في موضوع المداومه. نعم، فقط في الظروف العاديه التجار عاده لا يلتزمون بالمداومه، فما بالك في ظروف استثنائيه مثل هذه، كيف ستقنعون التجار؟
التجار للالتزام بالمداومة يومي العيد؟ اختي الكريمه، احنا التجار ما يخفاكش باللي احنا ثاني راه مسنا هذا الوباء كورونا، وحنا عندنا تقريبا 5 شهور التجار والحرفيين راهم مغلوقين، ما راهمش يخدمين. حتى المواطن الجزائري ما راك تشوفي، حتى عن البريد المواصلات، حتى عن طريق البنوك راهي السيوله اصبحت يعني مخصوصه، وعليه التجار يعني ما عندهمش حل اخر، والحل الوسط هو انه يقدموا يعني هذه الاضحيه باثمان اقل ممكنه بحيث لا تؤدي بهم الى الخسائر، ولكن ما يطمعوش انه يكون الربح كثير، خاطر المثل يقول لك اللي يحب يربح العام طويل، وحاسة نحن نمر في المرحله الحاليه وين لازم علينا نبذل كل الجهود، كل تضافر الجهود نتاع المواطنين الجزائريين بشتى يعني مهامهم وانشطاتهم، تبقى انه لاستمرار الدوله الجزائريه، استمرار الشعب الجزائري، لازم علينا كل مواطن جزائري عنده القدره باش يقدم اي يعني اعانه ماليه او اعانه معنويه لاخيه الاخر او جاره، يعني ما يبخلش بهذه الاعانه خاصه في الوقت الحالي. بما انك تتحدث سيد تكليشت عن المساعده، يعني وبالنظر للظرف الاستثنائي الذي نعيشه، يعني والذي مس المواطن بصفه مباشره من حيث قله المداخيل وحتى نقص السيوله، كانت جمعيه حمايه المستهلك قد اقترحت على التجار او طالبتهم بالعوده للعمل بدفاتر التقسيط. بدفاتر التقسيط. يا اختي الكريمه، احنا بكل يعني بكل صراحه، انا التاجر الجزائري معروف انه ما كاش تاجر في الحي اللي ما عندوش كيما نقولوا احنا دوك كايز تاع الكريدي، احنا كاع عندنا الكريدي، رانا من دور الكريدي للمواطنين الجزائريين، كل المواطنين، وهذا احنا غنيين عن تعريف، احنا التاجر الجزائري راه مشكور، واحنا كاتحاد عام للتجار والحرفيين لازم علينا ولازم على الدوله الجزائريه ترد الجميع للتاجر الجزائري والحرفي الجزائري اللي هو معروف عليه انه يقدم كل ضماناته للكريدي، ويقدم ببعض المراحل حتى الاموال للجيران، الناس معروفين لديه في الحي من اجل اقتناء امور اخرى التي هو يعني ما يمتلكهاش، يعني بتشوف الرحمه اللي يمتلكها التاجر الجزائري منذ يعني منذ الاستقلال، منذ الازل، الا انه بعض الجهات تريد تشويه التاجر الجزائري حتى وين اعتادوا يعني بمصاص الدماء والى غير ذلك، والا ان هذه الميزه لا يمتلكها التاجر الجزائري. المتاجر الجزائري رحيم، ان هذه الميزه تنعت به التاجر. نعم سيد سيد تكليشت، هو رحيم فعلا، لكن بعض التجار ايضا يعني يشتكون من نقص المداخيل وحتى الافلاس بسبب الاجراءات الحجر وازمه كورونا. اختي الكريمه، حقيقه ولكن هذو ماهوش تجار منظمين، ماهوش تجار مخننين، هذو تجار نتاع المواسم، تجار كما رانا نشوفوا درك الاسواق الفوضويه في كل مفترق الطرقات، راهي كاينه، راهي ما راهيش معرضه حتى للمراقبه نتاع الاعوان الرقابه ولا السلطات الامنيه. احنا كنحقق الامن التجار الحرفيين ما نتحملوش اعباء هذه التجار ولا تجاوزات هذا الناس الفوضويين اللي راهم يخدموا هذه المهنه بطرق غير قانونيه، حتى الدوله الجزائريه حتى اعوان الرقابه ما يقدروش يدخلوا باش ينظموهم بحكم انهم غير منظمين. وعلي يعني كي نشوفوا احنا هذوك الناس، الانسان اللي ما يكونش اداري وما يكونش عن درايه كيف يشتغل هؤلاء، كيف يقول لك بلي هذو راهم تجار راهم يمصوا الدماء، رغم انهم لا ينتمون الى يعني منظومه التجاره المنظمه. نعم سيد تكليشت، وكان اما التجار المنظمين راهم يعملوا كل باب وسعهم باش يكونوا رحماء، باش يقدموا خدمه يعني على اعلى مستوى اللي تكون للمواطن الجزائري في حكم المواطن هذا المستهلك، هو التاج فوق راس التاجر، احنا رانا نوفروا له كل شيء، استقبال المواد الغذائيه يعني في اقل اسعار ممكنه نظرا للتكاليف واللي راه يتكبدها الداجر من الكراء من الخدمه من العمال، يعني مصاريف تاع العمال، التامينات الاجتماعيه تاعو، التامين الاجتماعي تاعو، الضرائب، ويعني عده امور راه يتكبدها الداجر وخاصه في المرحله الحاليه. وعلي احنا نطلبوا من السلطات العليا تاع البلاد باش ترجع الى الداجر هذا، باش يعني تشجعوا، باش تعاود تدعموا، باش هو كذلك يدعم المواطن الجزائري. نعم سيد تكليشت، في هذه النقطه نعم كان مجلس الحكومه اتخذ عده قرارات لتخفيف هذه هي الأزمة على التجار وحتى مختلف أصحاب المهن الصغرى، يعني أنت ثمنت هذه القرارات، ولكن هل ترى بأنها كافية أم تنتظر إجراءات أخرى؟
اختي الكريمه بالطبع انا دائما كنا النادي الرئيس الجمهوريه والسيد الوزير الاول باش يخفف العبء ويخدم اعانات، انا ما قلناش تعويضات لكن قلنا اعانات، والحمد لله يعني السلطه العليا تاع البلاد سمعت النداء تاعنا وراهي مدت اعانات للتجار والحرفيين وتبلغ تبلا الى 30 ألف دينار جزائري، وحنا نطلبوا من التاجر كذلك يبقى يقدم الخدمه لهذا التاجر، والدوله بدورها كي تشوف الاوضاع ان شاء الله احنا ما نتمناوش انها تتفاقم الاوضاع، احنا نتمناو ان نتاجوا الجهود باش نخفضوا عدد الاصابات ولما لا نخرجوا نهائيا من كوفيد 19 هذا في الدوله الجزائريه، ولكن احنا نشكر ونثمن الدوله الجزائريه اول مره قلت لك في يعني في دوله الجزائر المستقله وين رئيس الجمهوريه قرر انه يمد اعانات للتاجر رغم الازمات المتعدده اللي مرت بها الدوله الجزائريه في الماضي والتجار الجزائريين، الا انه لا احد اخذ يعني على عاتقه مثل هذا القرار الا رئيس الجمهوريه، وحنا كنا يعني مامنين به ودرنا كل ثقتنا فيه في يعني نعم قبل الانتخابات، وحنا نتمنوا القرار اللي خذاه هو السيد الوزير او السيد عبد المجيد زران. نعم سيد تكليش، من بين قرارات مجلس الحكومة هو تجميد الضرائب، هل كل التجار والحرفيين معنيون بهذا التجميد؟ بالطبع على كل حال احنا لما خذوا قرار يعني قال لك احنا لحد الان نوقفوا اي دفعات اي بحكم ان السيوله راهي من عدمها كما لدى المواطنين لدى الموظفين لدى التجار، حتى التجار راهي يعني خد السيوله راهي من عدمها لديهم، وصلت بالتجار حتى انهم عندهم السيوله باش يروح يقضوا المواد الغذائيه ولا اي مواد اخرى باش يبيعوها ولا يوفروها للمواطن الجزائري بحكم ان هذا التاجر يعتبر مواطن كالمواطنين العاديين، الا النشاط نتاعه هو يعني يتمثل في النشاط التجاري لازم عليه يروح للاسواق ينتقل الاسواق بالجمله الى الحانوت تاع المواد الغذائيه بالجمله باش يشتري المواد الغذائيه باش يعيد يعيدها يبيعها عن طريق التجزئه ويوفرها للمواطن الجزائري، الا انه في يعني في اغلب الاحيان انه تتوفر لديه السهوله مما يجبره عندما انتقال الى بائع المواد الغذائيه بالجمله وين راح يجيب السلعه من عنده هو ثاني بالكريدي باش يوفرها المواطن الجزائري، حتى وهو ممكن انه راح يمدها بالكريدي للمواطن في غياب السيوله المواطنين، وعليه ان نطلبوا من السلطه الدوله الجزائريه انها يعني تاخذ بعين الاعتبار هذه العمليه بين التاجر بالجمله والتاجر الجزائري التاجر بالتجزئه اللي راه هو يقتني هذه المواد يعني بدون فلوس بحكم انه ما عندوش سيوله، بما انه نطلبوا من بائع المواد التجزئه انه يمد للمواطن الجزائري السلعه يعني بالكريدي بدون اموال لا محل ما راح تكون عنده مداخيل. في هذه الحاله احنا كذلك نطلبوا من التجار بالجمله انهم يكونوا رحماء مع تجار المواد الغذائيه في جميع المواد يعني المستلزمات اليوميه للمواطن الجزائري باش يقدمها له ثاني يعني باقل تكلفه ممكنه، ويقدمها له حتى بالتقسيط بالكريدي كما نقولوا احنا بالعاميه باش الناس قاعده تفهم باش هذا يرفد هذا، والى غايه ما نخرجوا في هذه المرحله نتاع نعم سيد المواد نعم سيد تكليشت في نفس النقطة فقط سؤال أخير يعني يتعلق بنلاحظ ارتفاع أسعار المواد التي يكثر استهلاكها يعني في عيد الأضحى رغم وفرة السلع، أين الخلل برأيك سيد تكليشت؟ أختي الكريمة احنا رانا هدرنا في يعني في جميع الأوقات راهي تظهر بعض العصابات اللي راهي يعني تولي على جميع المواد الغذائيه ويدير الاحتكار وتتحكم فيها، وحنا عطينا مثال، حنا عطينا مثال فقط في البنان اختي الكريمه اللي كان يدير 11000 لما وضعت وزاره التجاره يعني مرسوم دارت دكتور شروط بحكم ان هذا البنان هذا الماده تجيب من السورس يعني في العنصر تاعها وراح احنا كنا نتسناو ان تنخفض السعر تاعها، فبها انا وصلت الى 80000 يعني شكون اللي راه يتحكم؟ انا البار التاجر البسيط اللي راه يبيع ويشري تجربه ولا تاجر بالجمله ولا التاجر اللي راه المستورد اللي راه يستورد ولا كاين بارونات خفيه يعني لا تراعى لا الدوله الجزائريه ولا التجار ولا اصحاب القرار، هذا هو السؤال المطروح، احنا علاش كنا نطلبنا من السلطات العليا تاع البلاد باش نديروا طاوله حوار باش نناقشوا باش نلقاو الاسباب الحقيقيه اللي هي كاين بعض البارونات يعني نسميها حتى في اطارات الوزارات هما اللي راهم يتحكموا في هذه الدفاتر الشروط هما اللي راهم
ليسونس دانفورماسيون. انا وصلت المعلومات يعني خطيره جدا جدا، يعني اصبحت هذه الاطارات بالوزاره هما اللي راهم يتحكموا بفوت نتاع المواطن الجزائري، وراهم يعني بكل صراحه ولا غير نقولها عبر القناه راهم يبزنسوا. اختي الكريمه، راه عندنا معلومات ثابته، احنا حبينا نلتقيوا مع السلطات العليا باش نوضحوا الامور. مش ممكن الفنان اللي كان يمبورتيه ولا اي ماده من المواد الغذائيه اللي كان يجيبها المتعامل الاقتصادي كان يبيعها ب 10 11 ألف، وكيدير ليسونس دانفورماسيون. احنا كنا ظانين انها تهبط المندوب، يهبط الشاب. الى هاد حبيبي يدير لي ليسونس دانفورماسيون باش تخلي لي المندوب، انا ما نعرفش ليسونس دانفورماسيون تاعي. خلي المواطن الجزائري يروح يبيع السلعه تاعو، خلي الجمارك تراقبه، خلي التاجر هو اللي يراقبه، ماشي تروح تدير له ليسونس دانفورماسيون ومن بعد يروح يجيب لي الماده اللي كانت 10 يبيعها ب 100 ألف. هذا شيء غير معقول. نعم، وصلت الفكره. الامين العام للتجار والحرفيين جمال تكليش، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. عفوا اختي كريمه، وعيدكم مبروك الى ما تلاقيناش، وعيد كل الشعب الجزائري مبروك. شكرا، كل عام وانت بخير. شكرا سيد تكليش. مشاهدينا شكرا لك. مشاهدينا الفتره الاخباريه متواصله بعد فصل اشهاري، ابقوا معنا.